عايز اروح لحضراتكم دلوقتي عن افضل موهبه دلوقتي في العالم كله، موهبه لم تتخطى 16 عام في الدوري الالماني. الموهبه دي من اصول كاميرونيه، زي ما احنا شفنا ميسي وشفنا كريستيانو رونالدو، ايضا هذه الموهبه هي ابرز موهبه على سطح الارض. حتى العنوان بيقول فليتاهب العالم لمشاهده المعجزه موكوكو. موكوكو هو من اصول كاميرونيه، بيلعب في نادي بروسيا دورتموند في الدوري الالماني، هو عنده 15 سنه. يوم 20/11 يعني بعد ايام قليله، 3 ايام هيتم 16 سنه. الفريق الاول في بروسيا دورتموند عايز يشركه، لكن النهارده القوانين واللوائح في الدوري الالماني بتقول ما يقدرش يشارك الا وهو عنده 16 سنه، فبعد 3 ايام ممكن نشوف الموهبه المعجزه موكوكو قريبا ان شاء الله في الملاعب الالمانيه. زي ما احنا شايفين دلوقتي يعني ابرز لقطات موكوكو، اللي هسيبكم تشوفوها ونروح لفاصل، وبعد الفاصل استنونا.